صديقك السوري اعترف انه اشتريها نهار الجريمة، ما بدك نحكي فيها؟ وإذا بتأتي بيكون أهبل يعني؟ سوري جايز ليه؟ هيدا هو الفيديو اللي كان عم بتصور. إذا علقت الحرب بتلاقيه مثل الجرادين صاروا. نرجع من عيد التصوير. صار عندي شك إنه مذنب. كلهم لبنانيين. زاد التفكير. هاو ناس فاتوا على البلد عزيز جايين يحكوا. ملاحوا صاروا بيناتنا قلبوا 180 درجة ونزلوا فينا تقتيل. حرب وأحداثها بعدت صاروا ورانا. هو عملها. ختيار كان قاعد هون. مشي هالمسافة. شو ذكي؟ كشفت؟ خلص روقي روقي. والشاب استسلم بس ما بده يعترف. هيدي راس النمر. فينا نوقف مسخرة؟ انه نحن 12 بالاجماع بدنا ناخد القرار. يلا. بس انا ما رح وقف لعمره على 18 بدون ما نتناقش على ليلي. ايوه انا واللي فضل من عيني. الله يرحم ابو بي يردوا فينا من بناية لبناية، من ملجأ لملجأ، من ضيعة لضيعة، يطلعوا فينا على الجرد لفوق حتى إذا عارف إنه البنية رح تفضح ولد ليش تيكبها؟ صحيح ما تحت الأستاذ بس إنه خلص عادي وبدنا صوت مش مصدق. نحن أوادم مع الأوادم، زعران مع الزعران. سمح لك تحكي لي بهالطريقة، مين فكر حيلك أنت؟ راسك تكسره. عم نلعب هون احنا؟ ليك الويح مذنب. ليك شو صار لكم يا عالم؟ جريمة قتل بلشين بشي كتير كبير. ما عاد في راسنا احترامنا اللي اكبر منا. بس من حقي بعد اسمع وناقش وباحترام. كل خرا انا بدي غير صرت وحدك.